الآن مشاهدينا تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة نادية البلاسي محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة نادية. إذن الأسبوع الماضي شهد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة أيضا المركزي الإنجليزي وبعض البنوك الخارجية، ما هي أبرز العوامل التي تحدد تحركات المركزي في دولة ما إن كان سيرفع الفائدة أم يثبتها؟ مساء الخير. طبعا أبرز تحركات السوق كانت الفيدرالي الأسبوع الماضي حين تم تثبيت سعر أسعار معدلات الفائدة، ويعني هذا كان سيربرايز أو مفاجئ للماركت نوعا ما، لأنه التضخم لا يزال في ارتفاع، وطبعا يعني الخدمات والسيرفيسز والتصنيع كل هذه البيانات الاقتصادية التي ترفع من معدلات التضخم لا تزال ترتفع، ولا تزال قوة الشراء المستهلك ترتفع، أيضا الويجز وبيانات الأجور أيضا، بغض النظر عن آخر مرة لبيانات الأجور وهي كانت المرة الوحيدة التي البيانات جاءت أضعف من التوقعات، ولكنها يعني استمرت في الارتفاع كل هذه الأشهر حتى مع رفع معدلات الفائدة. فالسؤال اللي هو إذا كان سيرفع المركزي الفيدرالي الفائدة، هو اليوم أحد أعضاء الفيدرالي نيل كاشكاري قال يعني أنهم لسه عندهم شغل كتير يعملوا في رفع أسعار الفائدة، وفي لسه مساحة كبيرة أنهم يعني ليوصلوا إلى معدلات التضخم اللي هي 2%، فلسه في مساحة ولسه في فرصة أن هما يعملوا كده. بس في باول، خطاب باول يوم غد ويوم الخميس ستكون يعني الأنظار كلها عليه، إذا كان سيعطينا نظرة أو تون صقوري، أو هل سيكون مثل الاجتماع الأسبوع الماضي الذي كان نوعا ما دافش. طيب ماذا عن مخاوف الركود؟ هل العالم مقبل على أزمة ركود مالي؟ يعني طبعا الركود الاقتصادي في مثلا الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة نرى المخاوف يعني تكون تعزز أكثر يعني بالمقارنة مع الاقتصاد الأمريكي، لأن لسه زي ما كنت بقول أنه لسه البيانات الاقتصادية تشير إلى قوة في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولكن على يعني على خلاف ذلك في الاتحاد الأوروبي نرى أن البيانات الاقتصادية التي تأتي من ألمانيا وتأتي من بريطانيا فهو هم يعني أضعف من التوقعات بنسبة كبيرة، ويستمرون في الانخفاض. يعني إذا رأينا التشارتس فنرى أن الانخفاض مستمر، وحتى التضخم لا يزال يرتفع في هذه الـ يعني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا. فهنا المشكلة يعني أنه في الاتحاد الأوروبي تقريبا في اليوروزون هي المشكلة الكبيرة الآن، تحدي الركود وتحدي التضخم مع بعض، ولكن في الولايات المتحدة ممكن أن نشهد soft landing، وهذا يعني ما يقوله أو يصرحه الأعضاء الفيدرالي أن مش هنشهد ركود اقتصادي كبير مثل ما كنا متوقعين في بداية هذه السنة. أيهما أشد تأثرا بالأزمات الاقتصادية التي تعصف اليوم، هل هي الأسهم المالية العربية أم الغربية؟ يعني مثل ما شاهدنا أيضا أبرز يعني المقيمات في السوق الآن هي طبعا الحرب، ويعني أسعار الفائدة التي نشهدها، طبعا ما فيش سياسة محددة في أسعار الفائدة، ونوعا ما هيكون في متغيرات عديدة، وطبعا الحرب التي يعني تعتبر من أبرز التحديات في الأسواق الآن. لذلك يعني إذا شهدنا أسهم أمريكا فهي كانت يعني حتى النتائج الأرباح كانت شوية محبطة
غير التوقعات التي كنا نتوقعها. أنا يس في الاس ام بي 500 كان في 85 بالنسبة من الشركات المطرحة على الاس ام بي 500 رأت يعني نتائج أرباح كبيرة وإيجابية، ولكن غير عن التوقعات، التوقعات كانت تشير إلى أحسن يعني نتائج أحسن من المتوقع وأحسن من اللي أتانا الآن. إذا أردنا الآن ننتقل للحديث عن أسواق الطاقة، السعودية وروسيا أكدتا استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط، تأثير ذلك على السوق النفطي بشكل عام وانعكاسات أيضا تأثير الخفض الطوعي على الاقتصاد الكلي في العالم. طبعا مثل ما شاهدنا يوم امس ان راينا انه في برانت و دبليو سي اي هو يعني اكبر بنش مارك، ان راينا في ابتك في الاسعار، يعني برانت الان يتداول عند ابروكسيمتلي 87 دولار، فيعني لسه في بيانات تشير إلى أن طبعا مع الإمدادات، تخفيف الإمدادات ويعني تصريحات أبيك بلس والسعودية ستيكينج إلى المليون برميل وروسيا ستيكينج لل 300,000 بارل، فكلها عوامل تساعد من ارتفاع أسعار النفط. واليوم كان في تصريح أيضا أن هم يعني يشوفون أو يتوقعون أن سيكون في طلب كبير على أسواق النفط، فممكن أن تستمر هذه الرالي في أسواق النفط حتى مع يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار التضخم المرتفع طبعا، وزي ما قلت قوة الاستهلاك الشخصي تدفع الطلب أن يرتفع في هذه يعني في ظل الظروف التي نراها الآن، وطبعا في ظل الظروف الجيوسياسية طبعا نرى أن سيكون في إمدادات أقل وطلب أكثر، مما سيكون ضغط أكثر على أسعار النفط أنها ترتفع. ماذا تتوقعين للدولار بالنسبة للدولار ومستقبل الدولار وأيضا العملات الأساسية في ظل يعني ما يجري من أزمات اقتصادية؟ يعني رأينا أن الدولار كان منخفض عن يعني عن أعلى مستوياته في أسبوعين، رأينا أنه نزل من مستويات 106 وكان عن مستويات 104، وبعد اجتماع الفدرالي حينما يعني أخذ لهجة غير صقورية رأينا أن الدولار بالفعل ينخفض مع تثبيت سعر الفائدة، كان هذا يعني نوعا ما يضغط على الدولار في الانخفاض، ورأينا أن اليورو يرجع في الارتفاع ويرتفع إلى مستويات 1.07، وأيضا الاسترليني كان على ارتفاع طبعا. بس هذه الأسباب يعني ارتفاع هذه العملات كان نسبيا من انخفاضات الدولار التي شاهدناها، والآن اليوم رأينا أن مع يعني انتظار خطاب باول بكرة ويوم الخميس ممكن إذا استخدم اللهجة الصقورية ممكن أن يرتفع الدولار مجددا، والدولار لا يزال جدا قوي يعني في ظل الظروف التي نشهدها حتى مع صعود الذهب وكونه ملاذ آمن، حتى الدولار كان لسه في صعود، فيعني الآن الأسواق تنتظر خطاب باول الذي سيحدد مسار توقعاتنا بالسنة الجديدة 2024، وإذا يعني هي ستكون نهاية رفع أسعار الفائدة من وجهة الفدرالي، لأن التضخم في الولايات المتحدة نوعا ما ينخفض عكس ما عن الاتحاد الأوروبي والمملكة. طيب قبل أن أتجه لي السؤال إلى يعني عن الذهب، ما الفرق بين الأزمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا وما بعدها والأزمات الاقتصادية التي تضرب أسواق واقتصاد العالم اليوم؟ طبعا في ظل هذه المشاكل وال يعني الاقتصاد الذي يمر في فترة صعبة، نرى أن المستثمرين يتجهون إلى الملاذ الأمن وهو الذهب، لذلك شاهدنا أن الذهب رالي من 1900 إلى أولموست 2000 دولار، يعني طبعا اخترق هذه المقاومة ولكنه صحح
جددا، ومع يعني الآن في نوعا ما شهية مخاطرة في الأسواق من بعد تصريحات الفدرالي، لذلك نرى رجوع الشهية في الأسواق، ونرى أن المستثمرين يتجهون إلى الريسكي أسيت وأسواق الأسهم بدلا عن الين الياباني والفرنك السويسري والذهب. في هذا الأسبوع تحديدا نرى أن الذهب تحركاته يعني عرضية، لا يزال ينتظر متوجهات أكثر أساسية من البيانات الاقتصادية التي تأتي بشكل متقلب، وأيضا تصريحات أعضاء الفدرالي الذي يكون فيها تباين كبير. فلذلك أسعار الذهب جدا الآن متحفظة بهذا المستوى اللي هو عند 1960 أو 1980 في هذا النطاق الدائري تتداول، لأننا ننتظر يعني خطاب أو بيانات اقتصادية نشوف فيها الدايركشن اللي احنا سنستمر فيها إلى نهاية السنة. بالتأكيد يبقى الذهب ملاذ آمن في كل الأحوال. طبعا يعني الذهب هو اكثر ملاذ امن في الاسواق الان، عشان كده شفنا هذا يعني من 1950 الى 2050 دولار في ظل يعني ساعات، لذلك هو يعتبر طبعا الملاذ الامن الاساسي. ولكن طبعا في الاذر سيف هيفن مثل زي ما قلت الين الياباني وال الفرنك السويسري. شكرا جزيلا لك يا سيدة نادية البلاسي، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي من دبي، على كل هذه المعلومات.